بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك يا رب علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذا الدرس الجديد في سلسلة 30 عملا في بيتك في رمضان. نحن في هذه الليالي المباركات، في ليالي العشر الأخير، نتلمس ليلة القدر، ولا ندري هل هي هذه الليلة، هل هي بالأمس، هل هي غدا، هل هي بعد غد. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل ليلة القدر، خير من ألف شهر، خير من عمرك الغالب، بل أكثر من عمرك. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. كنت أتكلم معكم في درس الأمس عن بر الوالدين، وهذه تتمة للحديث عن بر الوالدين. وقد اخترت أن يكون بر الوالدين حديثا في العشر الأخير من رمضان، لأن ليلة قدرك لعلها تكون يوم أن يرضى أبوك عليك، يوم أن ترضى أمك عليك. ليلة قدرك يا ابنتي يا أختي، لما بتكون أبوك وأمك رضيانين، فنصيحة: اكسبوا رضا الأم واكسبوا رضا الأب. كنا تكلمنا في الدرس الماضي عن بر الوالدين، معناه البر كلمة جامعة لكل خير، وبر الوالدين التوسع في الإحسان إليهما، التوسع في إدخال السرور عليهما، التوسع في صلتهما، التوسع في قضاء حوائجهما. وتكلمنا عن فضائل بر الوالدين، ذكرت لكم خمسة من فضائل بر الوالدين. تعالوا هيك نحكي شيء من قصص فيما مضى ممن مضى من سلفنا الصالح، وقصص في من نراه ومن معنا ومن شاهدناه وعرفناه في بر الوالدين، مشان يعني نتحفز جميعا إلى بر الوالدين. أخرج الإمام أحمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نمت فرأيتني في الجنة، صلى الله عليه سيدنا محمد، فسمعت صوت قارئ يقرأ القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم شاف حاله فات على الجنة، سمع صوت من عم يقرأ قرآن بالجنة، معناته في واحد موجود هون. فقلت: من هذا؟ قالوا: هذا حارثة بن النعمان، واحد من الصحابة، حارثة بن النعمان، ما شاء الله. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذاك البر، كذاك البر، وكان أبر الناس بأمه. إلا يا عائشة، شايفة؟ شايفة؟ سمعت صوته موجود بقلب الجنة وهو يقرأ القرآن. كذاك البر، يعني هذه هي نتيجة البر، مثل هذا الذي حدث نتيجة بر هذا الإنسان بأبيه وأمه. كان أبر الناس بأمه. الله يجعلنا بارين يا رب، تردي علينا قلوب آبائنا وأمهاتنا. بالله عليكم يا أيها الإخوة، هلأ اللي قاعد عم يسمعني ويسمع هذا الدرس، إذا كان أبا أو أما، بالله عليكم في هذه الليلة المباركة، في هذه الليلة، أرضوا على أولادكم، ادعوا لأولادكم، قولوا لرب العالمين إنكم راضون عن أبنائكم وبناتكم. والله إذا الله عز وجل يعني استجاب الدعاء لكم، وأنتم أيتها الأمهات وأيها الآباء دعاؤكم مجاب، إذا استجاب الله تعالى لكم يكون سبب سعادة أبنائكم في الدنيا والآخرة. فكل منا يترضى عن أولاده: اللهم إنا نشهدك أننا راضون عن أبنائنا وبناتنا، اللهم صب على أبنائنا وبناتنا الخير صبا، اللهم ارضى عنهم رضا لا سخط بعده، اللهم اجعل التوفيق حليفهم، اللهم اجعل السعادة حليفهم، اللهم اجعل البركة حليفهم. يا رب يا رب ارضى عن أبنائنا وبناتنا، اللهم صب عليهم من خزائن خيرك يا رب العالمين. وأنتوا يا أولاد يا أبناء، اكسبوا آباءكم واكسبوا أمهاتكم. بلغت النخلة على عهد عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، سيدنا عثمان، 1000 درهم، فعمد أسامة إلى نخلة بقرها وأخرج جمارها. في شيء بقلب النخلة، عند يعني بقلب الساق، في بباطن النخلة شيء اسمه الجمار، هو نوع من أنواع الطعام وهو طيب، كانت العرب
نحن بهذه البلاد ما عندنا نخل كثير، لكن بمكة بالمدينة عندهم نخل كثير، فكانوا يأكلون من هذا ما في باطني وجوفي ساقي النخلة الجمار. هنا قال: غليت النخلة حتى صارت 1000 درهم. جاء أسامة عمد إلى نخلة بقرها، يعني خرق ساقها وأخرج جمارها. طبعا إذا انخرق الساق سيؤثر هذا على النخلة، يعني في الغالب معناتها هلا هذه النخلة خلاص ما عاد يفاد منها من تمرها، بالتالي 1000 درهم راح. فأطعم أمه، أخذ الجمار وأطعم أمه مع أنه كثير كثير غالي النخل. فقالوا له: ما يحملك على هذا؟ مش هيك ساويت؟ وأنت ترى النخلة قد بلغت 1000 درهم. قال: أمي سألتنيه ولا تسألني شيئا أقدر عليه إلا أعطيتها. أمي قالت بدها جمار وأنا بقدر خلص حاضر. بر الوالدين، قصص من السلف في بر الوالدين. قال هشام ابن حبان: قلت للحسن البصري: إني أتعلم القرآن وإن أمي تنتظرني بالعشاء. أنا عم بجي لعندك أدرس قرآن، بس أمي عم تحط العشاء وقاعدة عم تستناني لحتى أرجع مشان أكل أنا وياها. قال الحسن: لأن تتعشى العشاء مع أمك وتقر عينها بذلك أحب إلي من حجة تحجها تطوعا. روح قول مع أمك. فنون فنون في بر الوالدين، قصص من السلف. قال عامر ابن عبد الله بن الزبير: مات أبي فما سألت الله حولا كاملا إلا المغفرة له. سنة كاملة ما كنت أدعي بشيء بنوب 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 إلا أن يغفر الله تعالى لأبي. بر. كان سيدنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه إذا دخل البيت قال لأمه: رحمك الله يا أمي كما ربيتيني صغيرا. كل ما بفوت على البيت بيجي بسلم على أمه: السلام عليكم. بس لأيدا بدعي له: رحمك الله يا أمي كما ربيتيني صغيرا. قال: فتقول له أمه: وأنت رحمك الله كما بررتني كبيرا. سيدنا أبو هريرة كان معروفا ببره لأمه. سيدنا عبد الله بن مسعود قال: كان إذا أحضر ماء لوالدته فجاء وقد نامت بقي واقفا إلى جانبها حتى تستيقظ حتى يعطيها الماء، مثل الثلاثة الذين حبسوا في الغار ونجاهم الله، هذا كيف كان يقف بالحلاب على رأس أبيه وأمه حتى الصباح حتى يشرب. حيوى ابن شريح عالم جليل وهو أحد التابعين قال: كان حيوى يعقد درس والجامع يمتلئ، فتأتي أمه من باب المسجد فتقول: قم يا حيوى فعل في الدجاج. روح حط أكل هالجاجات. قال: فيقوم حيوى من التدريس ويلبي أمر أمه. والله تخيلوا هالموقف، تخيلوا أنا قاعد عم درس والجامع تلان، أنت قاعد عم تدرس والجامع تلان، أنت قاعد عم تدرسي وكلهم طالباتك قاعدين عم يسمعوك وشايفينك ومصدقين، بتفوت أمك بتقلك: قومي علفي الدجاج، قومي اجلي الصحون. حاضر يا ماما. ما في بعدين بتغمزيها بتلمزيها وليش هيك قالت؟ الله يرضى عنهم. شو هاد فنون في بر الوالدين. هذه قصص من الماضي من السلف. هذا نحن، هؤلاء هم آباؤنا، هؤلاء هم أجدادنا، هذه هي سيرتنا وعادتنا. بر الوالدين يا شباب. تعالوا نحكي على شيء من الواقع. في أخ بيته بعيد عن بيت أهله، ورغم بعد بيته عن بيت أهله في كل يوم يمر على أمه، مات أبوه رحمه الله تعالى، يمر على أمه من أجل أن يؤانسها شيئا من الوقت ثم يمضي إلى عمله أو يمضي إلى بيته. كل يوم كل يوم كل يوم. وإذا حدث بطارئ أنه ما مر يعني يتألم ألما شديدا، وإلا السمة العامة بأنه يمر. وأنا أذكر بأن أخا في المسجد الذي أحضر فيه مرة لاحظت بأن هذا الإنسان سبحان الله مفتوح عليه في الرزق بشكل عجيب. عمره صغير ليس كبيرا، 30 سنة 35 سنة، بس مفتوح عليه في الرزق بشكل عجيب. سألته ما السبب؟ قال: لأنه يتقن العمل وكذا وكذا. قلت: طيب طيب، بس في شيء آخر؟
فعلا هو طلع بار بأمه وأبيه، قال لي أنا كل يوم كل يوم كل يوم بروح لبيت أمي وأبي كل يوم. قلت له كل يوم؟ قال لي كل يوم، ما يخطئني ذلك إلا أن أكون مسافرا أو مريضا لا أخرج من البيت، بس أنا هون بقلب الشام كل يوم بدي أروح لعند أبي وأمي، بشرب فنجان قهوة، بحكي كلمة، بفطر، بتغدى، بتعشى، بس أنا لازم مر على أمي وأبي. فمر أنا على المنبر أيها الإخوة عم بحكي عن خطبة في بر الوالدين، لما بذكر هي قصص في بر الوالدين فذكرت قصته، وأنا على المنبر شايفه هو جالس، طبعا أنا ما عم بحكي أسماء الأشخاص. بعد شي شهر رأيته، سلمت عليه، قلت له بتذكر خطبة بر الوالدين كنت عم بحكي للناس، حكيت لهم عنك مشان يتشجعوا ويكسبوا بر آبائهم وأمهاتهم، قلت له إن شاء الله لساعتك عم تمر. قال لي لا غيرت. لا 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 شو غيرت؟ لما أنا قلت للناس مشان يتعلموا منك. قال إيه صحيح، بس أنت من يوم ما قلت للناس أنا صرت بدال ما مر مرة بالنهار صرت مر مرتين، لا أريد لأحد أن يسبقني في بر الوالدين. قال لي أنت فضحتنا، كشفت القصة، صاروا الناس بدها تقلدني وتعمل مثلي، أنا مشان هيك سبقتهم وساويت مرتين. شو هان؟ فن في بر الوالدين. هذا الكلام يا أخوان اليوم موجود، ها الحمد لله، الحمد لله نحن أبناؤنا شبابنا بناتنا الحمد لله عندهم هذا البر، ومنهم من يطير طيرانا إلى البر، لكن أحيانا بعضنا الشيطان يسول له فيقصر. الله أحد من أعرفه شاب يعني يحب محبة شديدة الذهاب إلى الحج، هو من أسرة بسيطة، عم بيصمت 50 ليرة فوق 50 ليرة، 100 ليرة فوق 100 ليرة، 1000 ليرة فوق 1000 ليرة، 500 ليرة فوق 500 ليرة، يعني هو كتير حابب يطلع على الحج بس ما معه مصاري، بس بقال بده يحج، فكان يصمد هيك من عمله شيء يسير 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 حتى اجتمعت عنده تكاليف الحج، كان بهديك السنة 50,000 ليرة سورية هو تكاليف الحج. هو جمع 50,000، طار عقله بأنه سيخرج إلى الحج، جاء إلى بيته رأى أمه تبكي، هو بار بأمي، ليش يا حجة، ليش يا ماما، ليش حبيبتي عم تبكي؟ قالت أبوك أكرمه الله تعالى بحجة بدل، وأنا كثير حابة أطلع على الحج ونحن فقراء ما عندنا مال للحج. فدخل إلى غرفته، ما حدا دريان أنه صلى عم بيصمد سنة سنتين بهذا المال، دخل إلى غرفته وجاب المال، قال له يا ماما تعالى، قال لك لا تبكي ولا تزعلي، خذي يا حبيبتي هذا المال، أنت تخرجين مع أبي، أنا كنت ناوي حج بس أنت أهم مني، أنا إن شاء الله بكرة بجي، لسه في وقت أمامي أحج. دعت له دعت له دعت له، بتعرفوا الأم كيف لما بتدعي، يعني منين بيطلع الدعاء، مو موضوع حافظته، من خلايا وجودها دعت له، وهو بار أصلا سبحان الله. وخرجت إلى الحج هي وأبوه. في نفس العام تتصل فيه إدارة الأوقاف، هو يعمل في الحقل الديني والشعائر الدينية، تتصل في إدارة الأوقاف وتقول بأن اسمك في بعثة الحج، يلا جيب أمتعتك من أجل أنك تطلع على الحج. بعد ما طلع أبوه وأمه، طبعا هو ما بيعرف، بعد ما طلع أبوه وأمه طلع مع بعثة الحج، اجتمع مع أبيه وأمه في الطواف حول الكعبة. سبحان الله، البر يا أخوان، البر يا شباب، البر يا بنات، شيء عجيب عجيب جدا في عطائه وفضله وخيره. أعرف رجلا، والآن إذا قلت لكم اسمه كثير منكم يعرفه لأن الماركة عنده معروفة، أعرف شابا، هو هذا الرجل الشاب بار جدا بأبيه، بار جدا بأبيه، سبحان الله فتح الله تعالى عليه بعمله، فصار يعني صارت صناعته صناعة عالمية تطلب في أنحاء العالم. عجيب، مع أنه هو بأصل من أسرة بسيطة وإنسان بسيط، يعمل هو في عمل وهو متقن لعمله. قلت له تعال، قال لك أنت شو عامل؟ قال إتقان للعمل. قلت له صحيح صحيح، بس في شيء آخر، طلع فعلا بار بأبيه، وقال لي من بره أن أباه أصيب بمرض في المجاري البولية فكان محتاج للقسطرة، نسأل الله العافية لنا ولكم. القسطرة يعني يوضع لإنسان في مباله أنبوب من ومربوط بكيس من أجل أن يخرج البول من المثاني مباشرة إلى هذا الكيس خارج الجسم. قال أنا لا علاقة لي لا بالطب ولا بالصيدلة ولا بالتمريض، لكن تفكرت من هذا الإنسان الذي سيأتي ليخدم أبي هذه الخدمة الخاصة. قال ذهبت وتعلمت دورة في التمريض وخاصة في استخدام القسطرة البولية،
إدخاله وإخراجه وتنظيفه وما يتعلق به. قال: وصرت فيما بعد يعني أنا أضع لأبي هذه القسطرة البولية. قال لي: والله يا أستاذ أحيانا أكون في معملي في مكان عملي يعني يتصلون وعندي عمل مهم يتصلون بي في البيت يقولون أبوك منزعج من هذه القسطرة، تعال مشان بده يدخل على الحمام أو بدك تأمله هذه القسطرة. قال لي: أترك العمل وأمضي إلى أبي. قال لي: مرة كان لي موعد مع سفير، ومن جراء هذا الموعد من الممكن أن يعني يتهيأ لي تصدير بضاعتي إلى بلد هذا السفير. قبل موعدي مع السفير بفترة قليلة رن التليفون بيت أهله يقولون أبوك منزعج من القسطرة. قال: صرت أقول كيف أنا عندي موعد مع السفير، إذا مضيت الآن إلى أبي ما عاد إلحق روح لعند السفير. وإذا رحت لعند السفير طيب أبي بده يضل موجوع أو متضايق منزعج لفترة. أبي لما السفير قال أنا قررت بأن أبي اتصلت بالسفارة واعتذرت، قلت أرجو أن تعتذروا من سعادة السفير، أنا والدي مريض بحاجة أن أذهب إليه وقد طلبني. قال لي: والله يا أستاذ كانت أول بلد من الممكن أن أصدر إليها بضاعتي. قال لي: والله بعد هذه الحادثة وبعد هذه القصة ذهبت إلى أبي ورضي علي وواوا. قال: بعد هذا فتح الله تعالى علي بدل هذا البلد 10 بلدان، ولاحقا صار 20 بلد، ولاحقا 30 بلد، والآن أنا على ما سمعت بأنه صار عالميا. سبحان الله. هذا الكلام لكم يا شباب، هذا الكلام لكل واحد بيناتنا رجل أو امرأة. بر الوالدين سبب لتوفيقك في هذه الحياة. طيب، هذه مجموعة قصص أنا عرضتها عليكم من الخلف ومن السلف فيها حديث عن بر الوالدين. تعالوا نحكي شوي الآن من صور بر الوالدين في الأيام العادية. هلأ شو يعني أنا شو لازم أعمل مع أبي، شو ما لازم أعمل مع أمي، لأنه البر كلمة واسعة، كلمة جامعة لكل خير، هي القاعدة. بس تعالوا في شغلات صغيرة بدي أحكي لكم يا هذه من البر، ودي أحكي لكم شغلات صغيرة يفعلها البعض نسيانا، بس دير بالك هذه من العقوق. هذا الكلام بالأوقات عامة، وبرمضان خاصة، وبالعشر الأخير أخص، وبأيام الحجر أخص، لكن دائما دائما أنت حافظ على هذه الأمور. هلأ من صور بر الوالدين: واحد، أن تذكر والديك عند المخاطبة بألفاظ الاحترام. كان بعض الصحابة إذا حدث أمه أو أباه يقول: يا سيدي يا سيدتي. والله مرة جاءني إلى العيادة رجل له مكانة علمية واجتماعية عالية عالية عالية، وأمه وهو ما شاء الله طول وعرض وجسة، وأمه جاء بأمه، أمه المريضة، وأمه هيك كبيرة في السن طاعنة بالسن قد هزل جسمها وضعفت بنيتها. لما كان يمشي ويدخلها إلى العيادة ويحدثها أو يحدثها لا يقول لها إلا يا سيدتي يا سيدتي. حتى أنا إذا عرضت عليه مسألة في طب الأسنان يعني أقول نضع هكذا وهكذا نفعل هكذا، يقول اسأل سيدتي، اسأل سيدتي هي تخبرك. هذا من البر، أن تنادي أمك وأباك بلفظ فيه احترام. مو معقول تنادي على أبوك باسمه كمان، مو معقول تنادي على أمك باسمها. طيب، من مظاهر البر أن تذكر والديك عند المخاطبة بألفاظ الاحترام. 2، المسارعة بتلبيتهما إذا ناداك أحدهما، وإن كنت مشغولا فاستأذنهما لإنهاء شغلك، وإن لم يأذنا لك فلا تتثمر. سمعت عن شريح ابن حيوة بيكون قاعد بالدرس أمه بتقول له قوم عليه في الجاجات، حاضر، بيتركه بيمشي. فهلأ إذا أمك نادتك إلا لبيكي، سمع صوتك، قال والله قاعد عم بدرس، قاعد عم بكتب، قاعد عم شو تابع على الواتس شو جاني رسائل بالمجموعة، يا رجل أمك تنادي لعلها تحتاج شيئا سريعا، أبوك ينادي، لبيه مباشرة. هذا من البر. مشغول له بس بابا معليش سمحت 5 دقائق 10 دقائق بس طمئنهم. 3، لا تمشي أمام أحد والديك بل بجواره أو خلفه أدبا وحبا. رأى سيدنا أبو هريرة رجلين يمشيان أحدهما أسن من الآخر، قال للصغير: ما يكون هذا منك؟ قال: هذا أبي. قال: إذن لا تسميه باسمه ولا تمشي أمامه ولا تجلس قبله. قيل لعمر بن ذر: كيف بر ابنك بك؟ قال: ما مشيت نهارا إلا مشى خلفي، ولا ليلا إلا مشى أمامي. بالليل لأنه مشان ما يكون في شيء بالأرض يعني يستطلع له الطريق، ما كان في إضاءة بالشوارع، ولا رقى سطحا وأنا تحته. ما بيطلع لفوق، يا لطيف شو هاد؟ أدب، أدب عالي في بر الوالدين. 4، إذا رأيت أحد والديك يحمل شيئا فسارع في حمله وقدم له العون، لا تطنش،
سامحني. 5 حفظ أسرارهما. 6 الاعتذار منهما إذا أخطأت معهما، بيصير واحدنا بيخطئ اعتذر. 7 إدخال السرور عليهما بكل ما يحبانه منك، قد ما بتقدر تفرح أمك وأبوك فرحهم. 8 لزوم خدمتهما خاصة إذا مرض أحدهما. 9 لا تبدأ الطعام إن أكلت معهما قبلهما إلا إذا أذنا لك. الأدب يبدأ الكبير أولا، يعني أبوك أو أمك أو أي كبير. 10 لا تكثر الطلبات منهما وأكثر شكرهما لما قاما به لأجلك ولإخوانك. في بعض الشباب مرات الصغار، بعض الفتيات، يا لطيف يعني بده أبوه يجيب له كل شيء كل شيء. أبوك يا رجل بذل كل جهده، وهذه هي قدرته وهذه هي طاقته، أنت تريد مثل صاحبك ومثل رفيقك وبتزعل وبتبكي. 11 شاركهما أفراحك وجنبهما أحزانك. 12 الدعاء لهما خاصة في الصلاة، ربي اغفر لي ولوالدي، ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا. 13 خفض الصوت ولين القول معهما، مو بطولة إنك تصرخ بصوت أمام وجه أبيك وأمك. ما بتدري أنت صرخت وطلعت من البيت، بس لعل أمك والله مرة اتصلت في أم لتقول يا أستاذ والله والله صرخ في وجهي وخرج، أنا من قلبي قهرت، والله أنا خفت على هذا الشاب. قهر أمه من قلبها، دير بالك، والله لا ندري الله عز وجل ما بدري لعل بركي بهذا الموقف يتبدل حالك من خير إلى غير ما يسرك. 16 أو الرقم الذي بعد أكثر من شكرهما، والرقم الذي بعد زيارتهما يوميا إن استطعت أو مكالمتهما بالهاتف. اللي بعد إلقاؤك السلام إذا دخلت عليهما وتقبيل رأسيهما ويديهما. طيب تعالوا نحكي هلأ بالعكس، هدون كلهم مظاهر بر، تعالوا نحكي مظاهر عقوق. نسأل الله السلام لنا ولكم بس عشان واحدنا يدير باله. إبكاء الوالدين مظهر من مظاهر العقوق، عم يبكوا، عم يبكوا من أقواله، عم يبكوا من أفعاله، عم تبكي الأم من فعل بنتها، عم تبكي من قولة بنتها. إبكاء الوالدين وإدخال الحزن عليهما سواء بالقول أو بالفعل من مظاهر العقوق. ترك استئذانهما وعدم الاعتداد برأيهما، بده يساوي شغل يا رجل، بده يسافر، سافر حيسافر، ما اتصل من برا خبر أمه ماما دعي لي أنا سافرت، وين يا ابني سافرت، صرت برات البلد، قال إيه والله. طيب ما تستأذن أمك، ما تستأذن أبوك، هي شغلة كبيرة. زواج، قال أنا لو ما رضي أبي وأمي خلاص هاي بدي أتزوج، يعني بدي أتزوجها، رضي وما رضي يصطفلوا. هلأ هو أنت كحق وواجب لك هذا الحق، بس أمك هذه أبوك، لا تقهره، ارجع عاوده مرة فمرة مرة فمرة حتى تقنعه أو يقنعك. من مظاهر العقوق نهرهما وزجرهما برفع الصوت وذميم القول وأدنى الإغلاظ. أف من مظاهر العقوق ترك زيارتهما عمدا وتقصير الواجد في النفقة عليهما قصدا. معه مصاري، مرات سامحوني يا أخوان، يعني نسأل أنه أنا بجوز أدفع زكاة لأبي، بجوز أدفع زكاة لأمي. طبعا هذا السؤال غريب، شو معنات؟ هلأ مين اللي بيدفع الزكاة؟ الغني يلي معه النصاب. مين بيستحق الزكاة؟ الفقير يلي ما معه نصاب. معناته هذا الولد غني وأبوه فقير، أمه فقيرة، محتاج أبوه، محتاج أمه. قال معلش أعطي زكاتي لأبي وأمي؟ شو الجواب؟ هو أكيد لا، أكيد لا، لا يجوز إعطاء الزكاة للأصول والفروع، ولا يجوز إعطاء الزكاة لمن تجب عليك نفقتهما، والأب الفقير نفقته على ولده. بس يا أخوان الشيء المؤلم أنه أنا أترك أبي فقيرا محتاجا للزكاة وأنا الحمد لله متنعم بالمال، هذا مو من العقوق؟ من مظاهر العقوق النظر إليهما نظرة المغضب أو نظرة الاتهام. من مظاهر العقوق أن تطيع أصحابك وتعصي والديك. يا أيها الإخوة، هذه مجموعة يعني مفردات متعلقة ببر الوالدين. أريد أن أختم، ماذا إذا كان الأب أو الأم قد ماتا أو مات أحدهما، هل بقي علي من برهما شيء؟ الجواب نعم. الدعاء لهما وزيارة قبرهما والتودد لأصحابهما والوفاء بدينهما والحج عنهما وإخراج الزكاة إن لم يفعل ذلك في حياتهما. أخرج أبو داود عن أبي أسيد مالك بن ربيعة الساعدي قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوس إذ جاءه رجل من بني سلمة قال يا رسول الله
هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما بعد موتهما؟ قال نعم، والصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما. قال ابن الجوزي: زر والديك وقف على قبريهما فكأنني بك قد نقلت إليهما، لو كنت حيثهما وكانا بالبقاء زاراك حبوا لا على قدميهما، ما كان ذنبهما إليك وطالما منحاك محط الود من نفسيهما، كانا إذا ما أبصرا بك علة جزعا لما تشكو وشق عليهما، كانا إذا سمعا أنينك أسبلا دمعيهما أسفا على خديهما، وتمنيا لو صادفا لك راحة بجميع ما يحويه ملك يديهما، طوباك لو قدمت فعلا صالحا وقضيت بعض الحق من حقيهما، وسهرت تدعو الله يعفو عنهما، وأطلت في الصلوات من ذكريهما، وقرأت من آي الكتاب بقدر ما تستطيعه وبعثت ذاك إليهما، وبذلت من صدقات مالك مثل ما بذلاهما أيضا على أبويهما، فاحفظ حفظت وصيتي واعمل بها، فعسى تنال الفوز من بريهما. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من البارين بآبائنا وأمهاتنا، وأن يربي علينا الآباء والأمهات، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله.